بس فريند سؤال 66، سؤال 66 على فكرة ال تي 1 بلس في 1، لأنه فيش فريكشن في شقوق خارج. زي سؤال 57 اللي قبلهن، حكى لي ام 4.5 سلايد ويذ اف تو فريكشن، حكى لي انتي فورم كنيك 35.6 35.6 سنتيمتر يضرب 10 قوس سالب 2. هذا ايش؟ اندي فورم لينث، يعني لازم نطرحه من الانيشال والفاينل، يعني من في 1 ومن في 2. واعطاني الكي وحكى لي ريست يعني تي 1 0. طيب حكى لي اوجد السرعه لما وصل اي والسرعه لما وصل بي، يعني هو شمل فكره الرود الافقي والعمودي. طيب ايش بنحكي له؟ تي 1 بلس في 1 بيساوي تي 2 بلس في 2. تي 1 حكينا 0، في 1 احنا الداتا معنا هون مثلا، ف في جرافيتي 0، في جرافيتي 0، في الاستيك نص، في كي، كي حكالي 700. ايش اكس تربيع؟ اكس شو بدها تكون؟ وضع الانيشيالي، وضع الانيشيالي ناقص الاندي فورم بلينك. شو وضع الانيشيالي؟ عندنا الارتفاع 35.6 تربيع زائد المسافتين هذول اللي هي 35.6 زائد 35.6 اللي هو 79.6 79.6 79.6 بدنا ننقص منها ال 35.6 ناقص 35.6 لأنه الانيشيالي، فكان بيطلع عندي 44 0.00 كذا. خلص خليني 44 ضرب 10 قوس سالب 2 الكل تربيع. هاي الفي الاستيك يعني هاي الحد الاولاني بده يساوي تي 2. وشو طلب مني؟ طلب مني السرعه، يعني نص في 4.5 في تربيع. هسه الفاينل في الجرافيتي فاينل؟ لا، لانه عندي النقطه ايه على نفس الارتفاع، ظل الالاستيك. الالاستيك صار عندي المثلث هيك شكله، هيك شكله. فكم الانيشيالي؟ كم وضعه عند ايه بالضبط؟ 35.6 تربيع زائد 35.6 تربيع تحت الجذر بيطلع معي 50.3. 50.3 بطرحها من الانيشيالي كومبريشن ناقص 35.6 14.7، يعني نص في كي اللي هي 700 في كم؟ في 14.7 ضرب 10 قوس سالب 2 الكل تربيع. خلص طلع في محل السؤال. الفرع الثاني طلب اوجد لما صار عندي بي. هسا الوضع الانيشيالي تي 1 بلس في 1 نفسها. هسا اللي بيختلف هون بيختلف شغله واحده، وضع الفاينل طول الفاينل كم؟ هذا طول الفاينل 35.6 زائد 35.6 نطرحها من الديفورميشن، يعني بس بيطلع 35.6. يعني لما نروح على الطرف الثاني، الطرف الاول نفسه، الطرف الثاني عندي نص في 4.5 في تربيع زائد نص كي اللي هي 700 في كم؟ 35.6 بس، لانه انا اعطاني الاديشنال ديفورميشن. طبعا ايش؟ هسه الام جي اتش اللي تغير بالسؤال، ام جي اتش ناقص 35.6 ناقص 35.6 في جي في ام قصدي 4.5 في 9.81 اضربهم ببعض بطلع الحل. ايوه هيك، نشوف حل المانيوال نشوف مش غلط. سؤال 66 الانيشال ستيت، اول انيشال له هو بالانشات 31 طرح منها تي 1 بلس في 1 بساوي كذا كذا. هيو ات اي طلعت معه في ات في طلعت معه كذا. طبعا الدليل انه عند بي اقل انه صار في طرح بالحد، فراح يتغير الجواب راح صار اقل، بس لانه الارقام بالفيت مش راح اميز بالضبط. بس هاي تي نوت بلس في نوت بلس تي 1 كذا، الزيرو اللي حطها الجرافيتي مثلا و الجرافيتي والسرعة الانيشيالي خلاص نطبقهم بيطلع نفسهم. هسه 66، هسه 67 سؤال السنوات الاجانب السكند، راح نحل الطريقتين برضه، راح احله بوحده.